قصر ايه اللي يتباع يا استاذ عزت؟ القصر ده عين يا بنتي، وانتوا دلوقتي الورث الوحيدين لمنصور السيوفي، يعني من حقكم تبيعوا في اي وقت، وانا جايب لكم عرض اعتقد انه مش بطال. ايوه بس مين اللي ممكن يدفع مليم في القصر وممكن يتأمن بكره زيه زي المصنع؟ ماركو دوجوني ده مستثمر ايطالي معروف ومغامر، شغال مع الحكومه في البترول، عشان كده ليه سككوا معاهم، يعني هيعرف يتصرف. المبدأ مرفوض. اسمعي الاول يا عايده، مفيش قصر هيتباع يا نبيل. 30,000 جنيه يتقسموا ما بينكم، وكل واحد ياخد نصيبه وهو حر يتصرف فيه زي ما هو عايز. ايوه بس ده مبلغ قليل جدا، قصر زي ده في منطقة زي دي يسوى ضعفين زيادة على الأقل. في ظروف الورث الملخبطة وظروف التأمين كمان، المفروض نشكر ربنا إن جالنا عرض زي ده أصلاً. أفرم عليك يا بنتي. هما دول بقى الكلمتين اللي والدك حفظهم لك عشان تيجي تقوليهم قدامنا كده؟ كلامي من دماغي يا عايدة. وأنا هحفظها ليه يا عايدة؟ ما أنا عندي لسان طول كده، كلكم عارفين ده كويس. طب أنا موافق. مش هيحصل يا نبيل. أنا كمان موافقة. طب ناخد تصويت؟ أنا ممتنع عن التصويت. وأنت يا حسين؟ مش موافق يا نبيل. أخيراً بقى في حد في العيلة دي عاقل غيري؟ شيوعية برضه. لا مش شيوعية، عقل. ليه نتخلى عن قصر زي ده بتراب الفلوس؟ مش بدل ما نتخلى عنه غصب عننا وببلاش؟ طب بدل ما نفكر في القصر ده نبيعه لمين وإزاي وبكام؟ نفكر في الذهب اللي الباشا سابه قبل ما يموت. إيه؟ ذهب إيه ده؟ ذهب يا حسين يا ابني، هي الإشاعات اللي داينة في المصنع عندكم أنت مصدقها ولا إيه؟ يعني بتتعامل معاها على إنها حقيقية؟ طيب وحضرتك يا متر بتتعامل معاها على إنها إشاعة ليه؟ ثروة زي دي ملهاش لا أول ولا آخر، القصر ده بالنسبة لها ولا حاجة. ممكن تفهموني أنتوا بتتكلموا عن إيه بالظبط؟ واو، هو غير القصر في دهب؟ ياما في الجراب يا باشا. طيب انا هسيبكم بقى تعيشوا في الجراب براحتكم. عموما انا عملت اللي عليا وقلت الكلمتين اللي عندي. اهم حاجه بقى انكم تقعدوا مع بعض وتردوا عليا في اقرب وقت قبل الزبون ما يطير. اصرف نظر نهائي عن المساله دي يا استاذ عزت، ومتشكرين على مجايك. عفوا عايده هاني، اعتبر ده كلام نهائي يا ولاد. هرجع لك انا بالكلام النهائي بعدين مش دلوقتي.